بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عصر الآباء ما زال يتكلم. اليوم هنتكلم عن واحد من الناس الرائعين جدا جدا في تاريخ الكنيسة. ولد في سنة 306 وانتقل للمجد في سنة 373، يعني في القرن الرابع الميلادي. مار أفرام السورياني أو القديس أفرام السورياني، له ميامر كثيرة جدا مكتوبة باللغة السريانية، وترجمت ميامره إلى لغات كثيرة أيضا حتى اللغة القبطية. مار أفرام السورياني رجل تعلم كيف يعيش الحياة الزاهدة وكيف يبتعد عن ماديات الحياة، وترك تراثا كتابيا رائعا جدا للرهبان وللحياة الرهبانية. ولد في مدينة نصيبين، وهي قلعة رومانية قديمة، ويعرف هو في الغرب بشكل مذهل لأن كتاباته منتشرة في كل في كثير من المكتبات، ويلقب بشماس الرها لأنه انتقل إلى هناك بعد سقوط مدينة نصيبين في يد الفرس وهزيمة الإمبراطور جوليان وموته سنة 363. كانت طفولة أفرام طفولة مسيحية. الكنيسة السوريانية تعتز جدا بهذا القديس وتعتبره هو يعني أحد المعلمين للكنيسة السوريانية، لكن حياته كانت بمثابة أسطورة تداولتها كنيسة الشرق وكنيسة الغرب أيضا، وكان ضليع في اللغة السوريانية، وكتب ودون كتب منسوخة كثيرة جدا وأشعار أيضا لنا بعض منها حتى الآن، وتسمى بميامر مار أفرام السورياني أو الميامر أفرام السورياني. يوجد بعض منها بدير السوريان ببرية شهيب في مصر. ومن الرائع أن نجد أن الأنبا صموئيل المتنيح عندما كان راهب تحت اسم صموئيل السورياني أعد كثير من أقوال مار أفرام السورياني من هذه الميامر والمخطوطات القيمة الموجودة في دير السوريان بمصر. معنا سلايد بنشوف أقوال مار أفرام السورياني الرائعة جدا عن الذهن، فبنشوف كده أحد الأقوال اللي أعدها للنشر الراهب صموئيل السورياني، وهو بيقول فيها: احذر أن لا يجيء العدو فيزرع في ذهنك اشتهاء الأمور السالفة، يعني بيتكلم عن الأمور الدنيوية العالمية، ولا تحدث البتة مثل هذه الأفكار ولا تحتمل مناجاتها، لأن ذكر الأمور القديمة تنتج استعلاء الذهن. المقصود هنا كبرياء الذهن، يعني لما بتتذكر الأمور القديمة بيبدأ ذهنك يستعلي. للذين يتذكرونها تذكرا بهيميا، يتكلم هنا عن الشهوة الحيوانية، إذ لا يمنحهم فسحة أن يعملوا أعمال هي العادة الرديئة، أداء خبيث الذي يبطله الرب الذي له المجد. استعلاء الرأي من أجل العمر الحاضر يدفعونه إلى العزم الرديء، أو تعرف ما إلى هي العادة الرديئة، احنا نفسر الكلام ده، داء خبيث الذي يبطله الرب الذي له كل المجد إلى أبد الأبدين، ظهر الدهور أمين. الفكرة هنا بتاعت مار أفرام السورياني بيتكلم عن الفرق ما بين استعلاء الذهن واستعلاء الرأي. ايه المعنى هنا؟ انه حياة الانسان الشهواني ذهنه بيمتلئ بهذه الامور فبيتكبر، ورأيه بيحصل نوع من انواع العناد. استعلاء الرأي هو العناد، يعني ترجمة العربية لهذه المقولة من أقوال أفرام السورياني، إنه هذا العناد من أجل العمر، يعني من أجل الفترة الطويلة العمر الحاضر، يدفعونه إلى العزم الرديء، بمعنى يدفعه إلى فعل الأمور الإرادية الرديئة، وتصل به إلى مستوى العادة الرديئة، داء خبيث.
وبيؤكد ان اللي بيبطل هذا الامر هو الرب له المجد الى ابد الدهور كلها امين. هذه المقولة مقولة رائعة جدا، في نقدر بنفهم منها المفهوم الروحي القلبي اللي كان بيمتلئ به قلب أفرام السورياني، هذا الراهب الذي عاش وترك تراثا رائعا جدا من الكتابات والميامر والمخطوطات السمينة. أيضا معانا سلايد تاني، نفس السلايد، مقولة تانية من الأقوال بتاعته الرائعة، خلونا نقراها مع بعض. بيقول: أيها الحبيب، ها أنا أعاهدك بالرب عهدا جديدا، إن حفظته فسيمنحك الرب في النهاية سرورا، إن زهدت في العالم واضعا لنفسك أساسا صالحا بكل تواضع فلا تجزع من المحن، بل اصبر لكي تنال التطويب. مكتوب: طوبى للرجل الذي يصبر على المحنة، لأنه إذا صار مختبر ينال الإكليل الذي وعد به الرب للذين يحبونه. بنشوف في أقوال مار أفرام السورياني إنه بيركز على الذهن، هو بيعتبر إن استعلاء الذهن هو اللي بيقود إلى استعلاء الرأي، هو اللي بيقود إلى العزم الرديء، هو الذي يقود إلى العادة الرديئة. خدوا بالكم من الثلاث مصطلحات في مقولة أفرام السورياني. وإحنا في برنامجنا عصر الآباء يتكلم بنحاول ندرس دراسة نقدية لأقوال الآباء وأيضا دراسة تحليلية. فالمقولة للوهلة الأولى لما تقراها تحس إنها صعبة، هو بيقول إيه؟ هو عاوز يقول إيه؟ إيه استعلاء الذهن واستعلاء الرأي؟ وإيه هي العزم الرديء والعادة الرديئة؟ بنشوف هنا أربع مستويات ينقاد فيهم الذهن الإنساني إلى الوصول به إلى إنه يكون قلعة للشيطان، قلعة لإبليس، قلعة للعالم، قلعة للخطية. لما بيبدأ الذهن يفكر أفكار شهوانية بهيمية زي ما بيوصفها مار أفرام السورياني، بهيميا أو شهوانيا أو حيوانيا، يعني لأنه أحد التعريفات للإنسان الإنسان حيوان ناطق، لكن دي أحد التعريفات اللي في العلوم الاجتماعية، لكن ليس لنا شأن بيقول لك الحقيقة الإنسان له غرائز، هذه الغرائز تشبه غرائز الحيوانات لكن مختلفة. لكن إذا تملكت هذه الغرائز على الذهن الإنساني، هذا الإنسان هذا الذهن بيمتلئ بهذه الأفكار فيتكبر، فيحدث عنده عناد، هذا العناد يقوده إلى إرادة لفعل الشر، وهذه الإرادة مع الوقت والعمر تزداد فتصير عادة. عشان كده العلوم حتى النفسية والاجتماعية بتقول اعمل فعل لمدة 40 يوم يصير عادة، يعني مثلا المدخنين لما بيدخنوا أكتر من 40 يوم بعد كده بيصير عادة، بيبقى صعب جدا أن يقتلع هذه العادة. حتى المراهقين لما بيمارسوا العادة السرية لفترة طويلة بيبقى صعب جدا اقتلاع هذه العادة من حياتهم. عشان كده مار أفرام السورياني عرف إزاي يرجع مرة تانية إلى اقتلاع العادات من قلب الإنسان بالبداية بالذهن بالأفكار. فاللي بيوصلك إلى العادة أساسا فكرة، فالفكرة في ذهنك تصير رأي، والرأي يمتلئ الكيان كله فيقودك إلى السلوك، وهذا السلوك البيهيفيور ده البيهيف ده بيقودك إلى أنك أنت بتعمله بشكل دوري فيصير عادة صعب اقتلاعها، فبيبقى ليها جدر بقى وتثمر ثمر. عشان كده الذهن الغير مقدس أمر مهم جدا جدا إن احنا نفهم أن الذهن الغير مقدس هو أصل الداء الخبيث في قلب الإنسان. تاريخ لابد من ذكره، كانت مدينة نصيبين في القرن الرابع مدينة سوريانية قلبا وقالبا، لغة وحضارة، تعتمد على مدرسة أنطاكيا اللاهوتية وهي مدرسة أرثوذكسية العقيدة. لكن الحقيقة أنه هذه المنطقة الآن يرعى فيها كثير من الأفكار الهراطقة والهرطقات المنتشرة في هذه المنطقة. قال القديس يوحنا ذهبي الفم عن مار أفرام السورياني، قال: أفرام كمنارة القدس ومخزن الفضائل، معزي الحزانة ومرشد الشبان وهادي الضالين،
وكان على الهراطقة سيف ذي حدين. كان مار أفرام السورياني شخص يريد أن يقف مدافعا عن الإيمان المسيحي. برغم حياته النسكية والزاهدة وتواضعه الشديد جدا، إلا أنه كان معلما بارعا جدا في الكتاب المقدس، وكان ضليعا في اللغات الكتابية، ويترجم من العبرانية إلى السوريانية ومن السوريانية إلى العربية، وأيضا كثير من الميامر بتاعته ترجمت إلى لغات كثيرة، لكنه هو كان يعرف كثير من اللغات. وفي هذا الوقت وهذا التاريخ كانت اللغات وكتابتها أمر صعب جدا، لكن حفظت كثير من ميامر القديس مار أفرام السورياني باللغة السوريانية، وهذا نراه في كتاباته ونصائحه الكثيرة لإخوته في الرهبانية، ونرى ذلك واضحا في المقال 41 من ميامر مار أفرام السورياني عن كيف تقتني التواضع. فيلخص الفكر الكتابي عن هذا الموضوع فيقول: يبدأ الثمرة، ثمرة الزهد في حياتك، ببداية التواضع والطاعة للرب، وتبدأ ثمرة الطاعة بطول الأناة، وطول الأناة أيضا هو ثمر المحبة، والمحبة هي ثمرة من رباط الكمال، والكمال هو حفظ وصايا الرب، ووصايا المسيح هي منيرة تضيء العينين، والأعين المستنيرة تهرب من طرق ضد المسيح. عشان كده بيقول: ليكن لك التواضع. فبيبدأ بالتواضع وينتهي إلى طرق المسيح. فليكن لك التواضع طريقا ومجالا، وليكن لك كلمات التواضع في قلبك لتكن كاملا بمحبة المسيح، لأن المسيح نفسه قال: كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل. ونتساءل أحبائي في فكر هام جدا في فكر مار أفرام السورياني: أين هو الكبرياء في الحياة الرهبانية؟ فهم يعيشون بعيدا عن العالم ولا يمتلكون شيئا، فكيف نرى كبرياء في حياتهم؟ عشان كده بيقول لهم فكرة هامة جدا: من أين يأتي استعلاء الكبرياء؟ قال كده: هو في مكانة أن تظن في نفسك أنك في مكانة أعلى من إخوتك. تقول في نفسك رغم ظهور شكل متواضع ليك أنك زاهد وناسك في الأرض، أنك ترى في نفسك أنك أفضل من إخوتك. هنا يبدأ، وكبرياء منطقي على فكرة، يعني أحيانا الناس بتمنطق الأفكار دي، فيرى في نفسه أنه لديه مواهب أفضل من الآخرين. هنا يبدأ الاستعلاء كما يقول مار أفرام السوران، أو يبدأ الكبرياء. وعلشان مظهر الكبرياء ينكسر من العمق من الداخل، ينبغي أن ترى وضعيتك أنك أقل من إخوتك. عشان كده المسيح كان واضح جدا 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 في هذا الأمر: من أراد أن يكون عظيما فليكون إيه؟ خادمكم، يكون آخر الكل. يظن في نفسه، هي ده المعنى، أن يضع نفسه خادما للكل. عشان كده ليس الشكل الظاهري للتواضع هو الذي يوحي بالتواضع، ولا الحياة النسكية الرهبانية فقط. عشان كده الرهبان بيعانوا شديدا جدا جدا أثناء حياة النسك وحياة الرهبنة من مقارنتهم بعضهم ببعض. فإذا ظن واحد فيهم أنه أعلى إمكانية من الآخرين، يبدأ في الكبرياء فيعاني كثيرا جدا. فمار أفرام السورياني كان دائما ينصح الرهبان بهذه الفكرة، فهو عاش متواضعا لأنه عرف أن ثمرة التواضع هي طريق المسيح، هي طريق الصليب. من أراد أن يتبع المسيح ينبغي أن يكون بيقتني التواضع الدائم في حياته. لكن هذا التواضع تستطيع أن تقتنيه من الذهن. عشان كده أحبائي، خلونا ناخد فاصل ونعود بعد الفاصل نستكمل موضوعنا أيضا عن التواضع بنص كتابي وتفسير آبائي. نعود بعد الفاصل. يا إله السماء، يا إله السماء والأرض، اذكرني أنا الخاطي
اذكرني أنا الخاطئ القبيح والشرير الدنس، اذكرني بحسب رحمتك العظمى حين تأتي في ملكوتك. اقبلني يا رب بالتوبة، اقبلني يا رب بالتوبة والرجوع، ولا تهملني مخزيا إياي. لا تدخلني يا إلهي في تجربة، لا تدخلني يا إلهي في تجربة. يا مخلصي امنحني ذهنا صالحا وأفكارا حسنة. اعطني يا رب دموعا حارة، اعطني يا رب دموعا حارة، وهبني أن أتذكر الموت وأكون خاشعا. واعطني يا رب عتقا لأفكاري وتصوراتي. لك المجد يا رب، آمين. أهلا بكم أحبائي مرة أخرى بعد الفاصل في نص كتابي رائع جدا جدا في سفر أشعياء والإصحاح السادس، وهنقرأ من عدد 1 لعدد 7. في سنة وفاة عزية الملك، رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأزياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. يبقى 6 أجنحة، بيغطي الوجه ب2 وبيغطي رجليه ب2 وب2 بيطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فحصل إيه لما نادى الملاك؟ فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. فقلت، شوفوا أشعياء بقى لما شاف المشهد الرائع ده، فقلت بقى ألف نبي: ويل لي، إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. ممكن نشوف النص الكتابي وأنا بقراه على الشاشة، هيساعدنا كتير. فقلت، من أول عدد 5: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فحصل بقى حاجة جميلة جدا في العدد ده، يقول إيه؟ فطار إلي واحد من السرافيم، الملائكة الخادمة، خدام المذبح، خدام اللهيب نار، وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح. ده المذبح فين؟ اللي موجود أمام عرش القدير. ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. يا تعبير رائع جدا، فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. كان السرافيم يتكلمون بعضهم مع بعض في تسابيح في أثناء السماء: قدوس قدوس قدوس. واخدين بالكم؟ وهذا التكرار الثلاثي لقداسة الله هو التجديد على انفصال الله واستقلاله عن خليقته الساقطة. إن كان ذلك يتضمن بصورة سنوية أن الله هو 3 أقانيم، حيث الكائنات الحية 4 تتفوه بالتقديس الثلاثي، مجده ملء كل الأرض، والأرض تعرض على نطاق واسع مجد الله وكمالاته وصفاته اللامحدودة. عشان كده بنشوف في المشهد اللي قدامنا مشهد في غاية الروعة. السيد جالس على كرسي عال ومرتفع. ليه هنا؟ ليؤكد أن أفكاره تعلو أفكارنا، في استقلال. القداسة الإلهية مستوى مختلف عن الإنسانية الوضيعة المحتقرة الترابية. السيد جالس على كرسي عال ومرتفع ليؤكد أن أفكاره تعلو أفكارنا وطرقه طرقنا. وهو في هذا المشهد السماوي الرائع يرى خدام الله السرافيم يسبحون قدوس 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 تسبيحة العرش السماوي. يريد أن يتشارك مع هذه الجوقة المسبحة إلى الله. لكن أشعياء عندما دخل المقادس الإلهية
قال ويل، ويل لي لأني هلكت. ليه يا شياء؟ ده انت في الحضرة الإلهية، ده انت أمام عرش الله، ده انت أمام الكرسي الإلهي، انت في المقادس الإلهية، انت في الأمجاد السماوية. لكن اكتشف انه في عرش النعمة، في قداسة الله، اكتشف وضعه، اكتشف انه نجس، ومش بس هو لكن كمان نجس، والشعب الساكن فيه نجس. فكان العلاج فوقي، أي من المذبح السماوي نفسه. فطار واحد من الملائكة اللي ليه جناحين بيطير، وليه جناحين بيغطي وجهه، وجناحين بيغطي رجليه، من أمام عرش السماء، المجد الإلهي والهيبة الإلهية والمخافة الإلهية. قدوس 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 من وجه الجالس على العرش، قدوس 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 من وجه الجالس على العرش. عشان كده جت الجمرة من على المذبح ومست شفتي أشعياء، وفي الحال قال له كده: مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. لما حصل المس الإلهي دوت، ال 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 الخطية تم انتزاعها، وتم تكفير نهائي عن خطيته. عشان كده محدش يقدر يقدس نفسه بنفسه، مفيش طريق آخر غير أن المقادس الإلهية تأمر بقداستك، تأمر بشفائك، تأمر بأن تمس شفتيك، فيتحول نجاستك الكلية إلى قداسة كلية في المسيح. عشان كده يقول له: لا تتدخل مع عبدك في المحاكمة فإنه لا يتبرر أمامك حي. محدش يقدر يتبرر أمامك، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، محدش يقدر يتبرر أمامك. ما تقدر، لا تدخل مع عبدك في المحكمة، ما أقدرش. أنت إله عادل كلي القداسة، لا يمكن أن تحكم علي إلا بالموت لأني خاطئ. لكن لا يستطيع إنسان أن يتبرر أمامه، لا يتبرر أمامك حي، مفيش حد قدامك يقدر يتبرر. لكن هذا المشهد بيؤكد لنا حقيقة أن في المسيح يسوع هو وحده الذي دخل إلى قدس الأقداس، وفي المسيح يسوع الله يرانا. وهنرى هذا المشهد في سفر الرؤيا بشكل واضح: الحمل المذبوح والعرش السماوي، العدل الإلهي والرحمة الإلهية يلتقوا معا. العدل الإلهي يقول الإنسان يموت، هذه المحكمة الإلهية، لأنه خاطئ. والرحمة الإلهية تقول: أنا فديتك، أنا غيرت وضعيتك، أنا بررتك، أنا اديتك حكم البراءة من كل خطية. لكن أحباني، سرعان ما نفهم أن هذا الشعور هو شعور صعب جدا عندما تدخل المقادس الإلهية وترى أن ذهنك نجس، وقلبك نجس، وشفتيك نجسة، وأنت ساكن وسط شعب نجس. هذه عملية مهمة جدا جدا. لكن في المقابل بنرى أن أشعياء مدرك تماما لهذه الوضعية، ومدرك تماما للحل الإلهي: جمرة من مذبحك. ولماذا الجمرة؟ لأنها هي النار الإلهية. الجمرة التي على المذبح هي النار الإلهية التي هي وحدها القادرة أن تطهر نجاستنا شفة وقلبا وفكرا. النار الإلهية هي وحدها التي تستطيع أن تزيل كل شوائب في القلب. النار الإلهية وحدها هي اللي تقدر تغير قلبك وقلبي. جمرة من مذبح القدير تتلامس مع قلبك، تتلامس مع شعبك، تتلامس مع كنيستك. جمرة من مذبح القدير تضيء لك الحياة الأبدية. يقول مار أفرام السورياني: الذهن هو الهدف لإبليس، ونقاء الذهن هو العلاج لاستعلاء الذهن وتكبره. نقاء الذهن هو العلاج لاستعلاء الذهن وتكبره. عشان كده عملية التقديس الإلهي عملية هامة جدا جدا في فكر الآباء، وكل الآباء تكلموا عنها، لكن بنشوفها بشكل واضح جدا إن هي بتعتمد أساسا على إدراك
بوضعيتي النجسة زي إدراك أشعياء بالظبط. كتير لا يمكن أن يحدث التقديس الإلهي في حياتنا بسبب إن إحنا لا ندرك وضعيتنا، لا ندرك الحالة الذهنية اللي بنعيش فيها، حالة الخطية. فأنا بالإسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، أنا معجون بالخطية، فلا يمكن أن يأتي التبرير من داخلي، وده خطر شديد جدا. كل محاولات أعمالي فاشلة، لأنه الآباء أدركوا إن حياتهم الداخلية تنقاد إلى فشل. يمكن في قصة تحضرني مشهورة جدا جدا في كتاب بستان الرهبان لأبو الرهبانية الشركة القديس أنطونيوس. عندما ذهب إلى، هو من ميدون، وصنع خص كده على النيل ليتعبد فيه، فأتت السيدات اللي بيغسلوا كعادات شرقية على نهر النيل، فتعرض السيدات من رجلها، فواحدة بتقول له أنت بتبص علينا ليه؟ هو قال لهم امشوا من هنا امشوا من هنا. قالوا له لو أنت عايز روح للبرية، أنت اللي قاعد جنب النيل وإحنا بنيجي نغسل هنا على طول. فذهب القديس أنطونيوس إلى البرية، إلى برية البحر الأحمر، وبرية قارصة جدا، صعبة جدا جدا جدا، لكن بيقول إنه هو شاف، كان بيشوف الأرواح الشريرة تتجسد له في نساء عاريات، فأدرك ساعتها أن الخطية والشهوة ليست من إنه شيء بيشوفه، لكن شيء جواه. النجاسة مش حالة خارجية لكن حالة داخلية، النجاسة والشهوة مش حالة خارجية تتنجس لما تشوف المرأة، لا، النجاسة والشهوة حالة داخلية أنت تنجس نفسك بنفسك من داخلك. عشان كده مس شفتي بجمرة من مسبحك يا إلهي، لأن هو ده الحل الإلهي لنجاستنا، أن تأتي نار إلهية لتعالج داء الذهن الداخلي والأفكار الداخلية الشيطانية التي يزرعها إبليس في قلوبنا. عشان كده مهم جدا أن احنا نبقى فاهمين أن إدراك حالتنا في المقادس الإلهية هو الحل لكي نستطيع أن نتطهر ونتنقى ونشفى شفاء تام. أحبائي المشاهدين، بدعوكم في برنامج عصر الآباء يتكلم أن تشاركونا بتعليقاتكم وتشاركونا بأسئلتكم. راسلونا، تكلموا إلينا على تليفون القناة، تكلموا إلينا على إيميل القناة، وابعتوا قولونا إحنا عايزين نعرف كتير عن عصر الآباء وعايزين نعرف موضوعات بعينها. هذا هيساعدنا في تقديم موضوعات خاصة بدراسات آبائية تفيدكم أحبائي المشاهدين. يمكن النهاردة اتكلمنا عن مار أفرام السورياني، واتكلمنا عن الذهن والدخول في المقادس الإلهية، واتكلمنا عن أنه كتير من الأفكار النسكية والأفكار الزاهدة يمكن تكون صعبة للمشاهدين العاديين والذين يعيشون في العالم، لكن بنحاول أن نبسط أفكار الرهبان وأفكار الزهاد في الحياة حتى ما نستطيع أن نحيا بتعليمهم الكتابي المؤصل على كلمة ربنا. عشان كده وإحنا بنشوف أشعياء 6 عندما دخل أشعياء إلى المقادس الإلهية وتحرر من كل نجاسة وشفي بالتام، كان هذا الشفاء ناتج عن مس بجمرة من مسبح الله. فالآن أحبائي تعالوا ندخل إلى المقادس الإلهية ونصلي ليمس الله شفتينا، ويمس الله كنايسنا، ويمس الله بيوتنا، ويمس الله مجتمعاتنا العربية بجمرة من مسبحه، فيشفينا ويحررنا وينقي أذهاننا ويقدسنا. خلونا نختم الحلقة بالصلاة. لو دي رغبة قلبك صلي معايا النهاردة، قول له كده: يا رب أنا عايز أتقدس، مس شفتي يا رب بجمرة من مسبحك، أنا عايز أتطهر النهاردة، غيرني من فضلك يا رب، ما تخليش يا رب مجرد أني حلقة بشاهدها ورا حلقة وأنا لسه ما تغيرتش، لكن خليني زي أشعياء أخش المقادس الإلهية وبجمرة من مسبحك تجعلني أدرك أنني نجس وساكن بوسط شعب نجس الشفتين، فبجمرة من مسبحك تطهرني وتطهر شعبي وتطهر شعوبنا كلها يا سيد. يا رب ادخلنا إلى المقادس الإلهية واجعلنا نعيش الحياة المقدسة قلبا وقالبا، ونعيش ليس فقط من أجل أن يرى الناس فينا أمورا صالحة، بل أن نرى فيك أنت أيها الإله كل صلاح وكل بر وكل قدرة. لك المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. أحبائي المشاهدين،
أشكركم على متابعتكم لحلقات برنامجنا عصر الآباء يتكلم، وإلى حلقة جديدة بمشيئة الرب معونة رب، لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.